قال مساعد الرئيس الروسي ماكسيم أوريشكين إن فائضاً من العملة الصعبة سوف يتشكل في الأشهر المقبلة، مؤكداً أن روسيا تجاوزت نقطة ذروة هبوط الروبل. وأضاف في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك وفقاً لما نقلته وسائل أعلام روسية أن السوق الروسية سيتلقى في الأشهر المقبلة عائدات أكبر من النقد الأجنبي نتيجة زيادة أسعار السلع والخدمات، فضلاً عن أثار رفع سعر الفائدة الرئيسي وتشديد السياسة النقدية. ضخ بنك الشعب المركزي الصيني أمس 215 مليار يوان، أي ما يعادل 50 مليار دولار، من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%. وأكدت وكالة أنباء الصين نقلا عن البنك المركزي أن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي. وتعد إعادة الشراء العكسية المعروفة بالريبو العكسي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات مع الاتفاق على بيعها إلى البنوك مرة أخرى في المستقبل. قالت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين إن الاقتصاد الألماني سينكمش خلال العام الجاري في إطار تباطؤ أوسع في منطقة اليورو نتيجة ارتفاع التضخم والتأثير المخفف لارتفاع أسعار الفائدة. وأكدت المفوضية أن الاقتصاد الألماني وهو الأقوى في أوروبا سيكون الأكثر تضررا في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، وسيسجل انكماشا بنسبة 4% في عام 2023. أظهر استطلاع للرأي في بريطانيا أن ملايين الآباء يعانوا من صحتهم العقلية وسط ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص رعاية الأطفال وقلة خدمات الدعم. ووفقا للأرقام التي نشرتها صحيفة الجارديان، أعرب 61% ممن شملهم الاستطلاع عن مخاوف بشأن صحتهم العقلية. وقال 70% من الآباء الذين لديهم أطفال صغار إن الأمر يزداد صعوبة كل عام، فيما شعر 70% أن حالهم كآباء اليوم أصبح أصعب مما كان عليه بالنسبة للجيل السابق. تعتزم حكومة رئيس وزراء التايلاندي سريتا تافيسين تقديم حزمة منح بقيمة 16 مليار دولار خلال الشهور الستة المقبلة لنحو 55 مليون مواطن، بهدف تحفيز الطلب والاستثمار المحليين لإنعاش الاقتصاد المتعثر. وبحسب وكالة بلومبرج، تتضمن الخطة خفض أسعار الطاقة وتعليق سداد الديون التي حل أجلها للفلاحين وأصحاب المشروعات الصغيرة. وذكر رئيس وزراء تايلاند أمام البرلمان أمس أن الخطة التي تسمى خطة المحفظة الرقمية تتضمن توزيع الأموال على كل قطاعات الاقتصاد. مشاهدينا، ختام هذه النافذة الاقتصادية. الآن نعود لزميل رامي الحلواني لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح.